استاذ محمد من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ازيك يا باشا؟ الحمد لله يا فندم. الميه يعني ايام ما كنا بنمل الرز كانت الميه بسيطه يا استاذ سامح، دلوقتي اللهم صل على النبي الميه دلوقتي مغرقه الاراضي ومغرقه الدنيا بحالها، فايه المشكله ديت يعني؟ ازاي مغرقه يعني؟ الصرف مش كويس؟ والله الميه كتيره خالص يا استاذ سامح ومغرقه الاراضي والترع عملانه والمسارف. يعني انت زعلان ولا فرحان ولا عايز لا ايه؟ لا انا فرحان طبعا، بس يعني مش يعني بنقول الميه دلوقتي بدل ما تبقى، ما هو انت لما يكون، ما هو هي حاجه يعني انت تعرفها اكتر مني، انت عارف ان انا بتعلم منكم. لما يكون عندك موسم في اقصى احتياجات، يعني الناس كلها زرعه وكل الناس بتسحب ميه وكان في زراعات مخالفه كتير جدا أيوة للارز، فالميه هتقل. انما انت نهايه دلوقتي في نهايه موسم الميه هتبقى موجوده، ده شيء طبيعي. الخير كتير والله. وهو انت عشان انتم وش خير، فعشان كده الحمد لله في خير في البلد ان شاء الله. مصر محفوظه بيكم والله بالناس الطيبين اللي بشكرك يا فندم. اتفضل، في سؤال عايز تساله النهارده؟ في سؤال بس عايز اقول لك عليه. قول. انا خريج من 2000 وكنت عايز اقدم على حته ارض ملاه بتاعت الخريجين دي. فين دي بقى؟ في المليون ونص فدان. ومليون ونص فدان ده مين الشركه اللي ماسكاه؟ مش دي تبع الريس منزل مليون ونص فدان دي تبع شركه؟ ايوه، ما هي دي مشاريع بيطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن علشان تتنفذ في شركات بتبقى مسؤوله عنها. في شركه اسمها شركه الريف المصري، فدي بيتم طرح كراسات الشروط من خلال البنك الزراعي، وتروح تقدم في فئات بقى، في للشباب، في للمستثمرين، صغار المستثمرين، كل واحد حسب امكانياته. الاعداد هيدي لك رقم شركه الريف المصري عشان تتابع، واحنا لما بيكون في طرح كراسات الشروط بنعلن عنها على شاشه مصر الزراعيه، تروح تقدم وتسحب من البنك. واحد يقول لك تعالى عشان اجيب لك، حد يقول لك لا ده ممكن تدخل في الشركه دي ويدولك ارض، كل ده بتضيع وقتك ومجهودك. شركة الريف المصري هي دي البوابة الرسمية. تمام؟ ده تبع البنك الزراعي. هي اسمها شركة، هي نفسها شركة الريف المصري، بس البنك الزراعي هو المعاملات المالية. ما هو انت علشان تطرح الكراسة وتدفع المقدم بتاعها هيبقى في البنك الزراعي. ايه رأيك؟ ماشي يا باشا. ربنا يوفقك. بشكر حضرتك. يعني الحاج محمد في بداية المداخلة بيسألني على حاجة، بيقول لي احنا كنا بنشتغل وبنزرع والمية كنا بنشتكي منها، النهاردة المية كتير ومغرقة الدنيا. ما ده شيء طبيعي، لان احنا عندنا اوقات ومواسم بيبقى اقصى احتياجاتنا المائية، اقصى استهلاك، الوقت الناس كلها بتزرع فيه، فانت شيء طبيعي انت هتلاقي المية في تناقص فيها. النهاردة احنا في نهاية موسم ومقبلين على موسم الشتاء، وان شاء الله يبقى موسم خير علينا وعلى مصر وعلى المزارعين كلهم. فالمية موجودة وان شاء الله تفضل الوضع مستقر لغاية لما ندخل في الموسم الشتوي ويبقى موسم ناجح. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعد الزراعية مباشرة.